مساء الفل. الحلقة اللي فاتت انتهت عند رام الله اللي كانت لابسة فستان الفرح وجايبة المأذون ومستنية العريس، واحترنا كتير وسألنا بعض هو مين العريس، وفجأة ولما الباب خبط بنلاقي نديم في وشنا، وكان السؤال هل نديم هو العريس اللي هيتجوز رام ولا جاي لسبب تاني اصلا؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، بس الاول وكالعادة اخبط اللايك ويلا نبدأ. بدايتنا مع ذكريات نديم. صاحبه كان بيلعب وزمايله بيضربوه، فراح واتفق معاه انه هيساعده بس الاول لازم يعملوا خطة، وراح عامل الغمزة دي اللي هو خطة كده وكده يعني. وبنعرف من الذكرى دي انها كانت اول مرة لنديم في حياته يعمل خطة على حد. نطلع بقى للحاضر وتعالى خد المفاجأة. الحلقة اللي فاتت معظمكم توقعتوا ان نديم مش رايح يتجوزها وانه بس رايح يسألها انت ليه قافلة تليفونك، لكن الحقيقة بقى انه اتجوزها. تخيل واحد هيسألني طب وموضوع ياسر وموضوع خالد وصلوا لحد فين؟ دي حاجة مش هنعرفها دلوقتي، خلينا في المهم وهو انهم اتجوزوا. المفروض ان الجوازة دي يا جماعة صوريا فقط، يعني نديم ورام الله هيعيشوا اخوات. المشكلة دلوقتي ان الواد كان قاعد مكسوف ومش عارف ينيل ايه، فرام الله قالت تبدأ هي بالكلام وقالت له انا بجد مش عارف اشكرك ازاي، انت شخص جميل ولطيف وعسول وكيوت كده في نفسك، وبصراحة انا ممتنة جدا لوجودك في حياتي ومش عارفة من غيرك كنت هعمل ايه. وبعد الرغي ده كله قال لها شكرا. طيب الخطة دي مش نافعة، فدخلت في اللي بعدها، انت كويس؟ بصلها كده هو وقال لها انا مزنوق وعايز اخش الحمام. البت اتصدمت من غشوميته وقالت له طيب اهو الحمام اهو. قال لها لا، ما انا ما بعرفش ادخل غير في حمام بيتنا او المكتبة. طب والحل يعني؟ ما فيش بقى غير انه ياخدها على بيته. فاخدها على بيته وقام طلع جري على الحمام. هي بقى تلم الدور وتحترم نفسها، لا ازاي رام الله مش بيجي من وراها غير الاذى. قعدت تلف وتدور وتتفرج لحد ما لقت فازة شكلها حلو وراحت لمساها، وفي نفس اللحظة نديم كان خارج من الحمام وسمع حاجة بتعمل بوم، فتوتر جدا وراح وشاف المنظر. وقتها قعدت تتأسف كتير ومع كل كلمة بتنطقها هو بيتوتر بزيادة، بس يعني صاحبنا مؤدب ومحترم وما تعصبش ولا نطق بكلمة. فعرضت عليه انها تجيب له واحدة زيها بالظبط كأنها هي، لكن هو ابدا وقال لها هي ممكن تكون شبهها بس مش هتكون هي. فزعلت قوي من اللي عملته وحاولت تساعده، وفي النهاية لمهم كده على بعضهم ودخل بيهم الأوضة. عايز أقولك إن وقتها ياسر كلمها على التليفون وردت عليه عادي جدا ولا كأنها دلوقتي ست متجوزة. السؤال هنا، هل هنشوف رام الله بتخون نديم إكمنه طيب وعلى نياته، ولا هنطلع ظالمينها أساسا؟ عموما هنشوف. بعدها راحت تكلمه من ورا الباب وقعدت تشكره إنه وافق يتجوزها، وإنه يعني أي حد مكانه ما كانش هيوافق يتجوزها في الظروف دي. وطبعا بتلقح على ياسر. المشكلة دلوقتي انها مش هينفع تروح المكتب بكرة. طيب ليه يا عم زيزو؟ لانها بدأت اجراءات تجديد الاقامة. طب والحل؟ الحل ده بقى هيخلينا فكرك بالذكرى اللي شفناها في بداية الحلقة، لانها اقترحت عليه يعملوا خطة يقولوها الاماني علشان ما تشكش في غيابها، وراح خبطها الغمزة وخبطت له الغمزة. وشوية وهقولك ايه هي الخطة. تاني يوم الصبح بنشوفها نامت الليل كله على الكنبة، يعني الواد ساب مراته تنام لوحدها. ساب مراته تنام لوحدها. المهم انها لما فاقت قامت تكمل لف في البيت، وساعتها شافت الفازة بعد ما لزقها ورجعها في نفس المكان. يعني مشهد يبين لك قد ايه نديم شخص منظم وبيقدر قوي كل حاجة في بيته. اللي حصل بعدها انه راح الاجتماع، وده يبقى تاني يوم يتولى فيه المسؤولية بعد ما اماني خدت اجازة. في البداية اعترض على غيابهم امبارح وانه ما كانش ابدا ينفع يعملوا كده، وطبعا عز لازم يحشر نفسه في الكلام وطلب منه السماح. الطيب الغلبان ما اعترضش وسامحه. في التوقيت ده بنشوف رام الله جات واعتذرت عن التأخير، فقال لها ده ما اسموش تأخير، ده اسمه قلة أدب، أنت مش شغالة في طاحونة. هو قال طاحونة يا زيزو؟ ما هو بيحاول يعمل صايع فقلشت منه، لكن عز أنقذه وقال له طابونة، وبقت أماني تتفرج وتضحك وكله في الاجتماع بيضحك. فراح قايم لها وطردها وقال لها مش هينفع تشتغلي معانا تاني على أي قضية لحد ما الأستاذة أماني ترجع، وقفل الباب في وشها. يخرب بيتك، ده أنت لسه متجوزها امبارح. قال لك ما هي دي الخطة اللي اتفقنا عليها. ايوه هو ده، وتمت الخطة بنجاح. اوكي نتكلم بقى في الشغل. طلب منهم يهتموا بالشغل اكتر من كده
وإن المكتب لازم يشتغل كأن الأستاذة أماني هنا وأحسن. ودخلنا في الكلام عن القضية اللي قدامهم، وبنعرف إنها لرجل أعمال اسمه كامل أبعوف، رجل أعمال لقوه ميت علشان حد حطله سم في الأكل، وقالك إن الرجل ده متجوز واحدة اسمها نسرين وعنده بنت واحدة اسمها أسمة. فندى سألته طب ومراته نسرين دي تبقى أم البنت؟ قال لها لا. وبعدين سألها هو أنت ما قريتيش القضية؟ وبنعرف إن لا ندى ولا عز ولا يوسف قروا القضية، أكيد ما هو محدش مقدره أصلا. طب وبعدين هيعمل إيه؟ خالد اقترح حل يرضي جميع الأطراف، وطلب منه يديهم ساعة يقروا فيها القضية وبعدين يرجعوا يتكلموا. ومن زاوية تانية بنشوف محمد الوكيل جايب أماني في مكتبه وبيواجهها بكارثة، ملف من ملفاته اتسرب من مكتبها، والمشكلة إن الملف ده فيه بيانات حساسة جدا، والمفروض إن مفيش منه غير نسخة واحدة بس موجودة في خزنتها، يبقى إزاي وصل لحد عنده؟ الكلام رايح على إن في حد مش تمام في الفريق بتاعها ولازم تجيبه وتعرفه وفورا. فعلى طول رجعت البيت ومعها عبير وشرحت لها الموضوع وطلبت منها تجيب لها حكاية كل واحد من الخمسة الجداد اللي هم نديم وعز ورملا ويوسف وندى. واحد هيسألني وهي أماني ليه ما شكتش في عبير وخالد يا عم زيزو؟ مش دول شغالين معها برضو؟ يا عم الله يخرب بيت عبير على بيت خالد، خلينا نكمل. خد عندك بقى عبير بتسألها هو انت شاكة في حد فيهم؟ قالت لها مش عارفة، وقعدت تراجع الكاميرات. المشكلة انها اصلا مش هتلاقي حاجة لان الكاميرات غالبا اتركبت بعد ما الملف اتسرق. في نفس الليلة بنشوف نديم راح لجميل اللي كان زعلان منه جدا، بقى يا راجل تتجوز من غير ما تعزمني؟ انت ايه يا عم نديم، مش مستعنيني كده في حياتك خالص؟ قال له لا والله يا جميل، بس يعني ما كانتش جوازة بحق وحقيقي، يعني كانت جوازة كده وكده. فسأله هو ايه اللي اتجوزتها كده وكده وقبلها بتقولي انك طردتها من الشركة كده وكده؟ هو ايه يا عم نديم العلاقة اللي كده وكده دي؟ فقعد يضحك وعجبته قوي. خلي بالك نديم من النادر اساسا انه يضحك. الضحكة دي بقى ما عجبتش جميل، وقعد ينصحه ويقول له يا نديم يا حبيبي يا بابا يا عسل يا سكر، مفيش حاجة اسمها جوازة كده وكده، الراجل لما بيتجوز واحدة ست بتبقى مسؤولة منه، هو مش انت بتحبها؟ قال له لا والله مش عارف. يا دي النيلة، امال اتجوزتها ليه؟ فقعد يفكر وقام غير الموضوع ودخل في الشغل، وقال لك انا اللي مضايقني دلوقتي حاجة اكبر بكتير. وايه هي يا عم نديم؟ قال له الشغل، محدش عامل لي اعتبار وبيجوا متأخر ومش بيذاكروا القضايا وحاجة يعني منيلة بنيلة. فطمنه لان بعد حركة رفض رام الله فكله هيخاف منك وهيعمل لك اعتبار، واداله نصيحة في الجون وقال له انت لازم تبقى حازم معاهم وتبين لهم ان عندك وشين، وش طيب ووش عنيف. وده اللي كان بيفتكره وهم في الاجتماع، وبقى يسكت ويفتكر الكلام ويكرره، يسكت ويفكر في الكلام ويكرره. وبعد ما الواد تعب في انه يخوفهم بنشوف اماني قطعت اجازتها ورجعت. اول واحد استغرب كان يوسف وسألها هو انت مش اجازة ولا ايه؟ قالت له لغيتها لو مش هيضايقك، وراحت مقومة نديم وسألت عن رام الله. عز هو اللي رد وعرفها ان نديم طردها امبارح. طيب ليه؟ يعني لانها مستهترة وبقالها يومين بتيجي متأخر. الكلام عجب اماني جدا، اكيد دلوقتي كلنا متوقعين انها هتستغلها فرصة وتطردها صح؟ الحقيقة لا، ما عملتش كده، وطلبت من عبير تكلمها وتخليها تيجي تشتغل على القضية معاهم. ده يعني بعد اذنك يا نديم. اوكي مفيش مشكلة. في النهاية قالت الخبر الصادم، لانه بعد شهرين هتختار منهم اتنين يتعينوا معها في المكتب والباقي هيتقال لهم شكرا، فربنا يوفقكم وشدوا حيلكم في الشهرين دول. السؤال التاني في حلقة النهاردة، تتوقع مين الاتنين اللي هتختارهم وليه؟ ما تنساش اني هستنى تعليقك. ويلا نكمل. اللي حصل بعدها ان يوسف راح لنسرين مرات كامل ابعوف رجل الاعمال اللي قلتلك انهم لقوا ميت بعد ما حطوله سم في الاكل، وطلب منها تحكي له اللي حصل يومها. قالت ان وقتها رجعت من الشغل متأخر على الساعة 7 وهو كان نايم ويدوب غيرت ونزلت على طول في حدود 7 وتلت مثلا. الكلام ده بقى عكس اللي بنته قالته، لانها شايفة ان مفيش واحدة عندها 30 سنة هتتجوز واحد عنده فوق 70 سنة. وبصراحة كلام مقنع. ايوة يعني الاتهام رايح فين؟ مفيش يا معلم، واضحة زي الشمس. الاتهام ان مراته قتلته علشان تورثه. نديم بقى شايف غير كده، هو احتمال وارد اللي انت بتقوليه لكن مش اكيد. فقالت له هو حضرتك قاصد تستفزيني مثلا؟ قال لها لا خالص، بس تسرعك ده مش حلو. ندى لما لقيت البت سخنت على الواد قامت داخله في الحوار، اصل يعني القاضي مش هياخد بالاحاسيس والمشاعر، القاضي عايز ادله، فلو عندك دليل اوكي، ما عندكيش يبقى سيبينا نشوف شغلنا. نرجع ليوسف، كمل تحقيقه مع الزوجه وقال ان كاميرات البوابه ما جابتكيش وانت خارجه زي ما بتقولي. قالت له هو فعلا حصل، بس ده لان العماره ليها بوابتين و
وانا خرجت من البوابة التانية. اها طيب وليه خرجت من التانية؟ قالت رد غريب ومش مقنع، اللي هو اني متعودة لما بطلب تاكسي فبخرج من البوابة التانية مش الاولى. الغريب ان يوسف ما سألهاش طيب وشمعنا اليوم ده بالذات طلبت تاكسي وانت معاكي عربية، وخلص التحقيق لان طبعا يوسف مش بذكاء نديم. نكمل مع تحقيق نديم. سألها عن ميعاد رجوعها للبيت يوم الحادثة، قالت لك الساعة 11. طيب ونسرين رجعت امتى؟ يعني على الساعة 2 مثلا. خد بالك هي تقصد 2 الفجر، وقالت لك ان دي اول مرة نسرين كانت تسهر من يوم ما اتجوزت بابا. معلومة هنقف عندها شوية، يعني اول مرة تسهر من سنة اللي هي مدة الجواز، والسهرة دي حصلت في نفس يوم الحادثة. صدفة غريبة صح؟ اه صح، وعلشان كده نديم ما كملش تحقيق واخد شنطته ومشي. في نفس اللحظة بنشوف رام الله قاعدة مع خالد اللي مازال بيحاول يشقطها، وسألها مش ملاحظة اني كل يوم بكلمك 6-7 مرات وبتنفضي؟ قالت له اه بس دي حاجة مش حلوة انك ترن عمال على بطال. فاستغرب جدا من ردها وهفهمك ليه. خالد شايف ان ليها تصرفات متناقضة، يعني مرة تكون معاه حلوة ومرة تكون قفل وبتصده، مرة تانية تكون حلوة ومرة تالتة تتنيل اكتر. طب وبعدين معاك يا ست رام؟ لا اصبر بس، ده انا هجيلك بالتقيلة. الجحدة لما سألها عملت ايه في موضوع الاقامة قالت له خلاص اتصرفت. فسألها ازاي؟ قالت له كلمت واحدة صاحبتي وساعدتني وخلاص جددتها، يعني ما قالتلوش على جوازها من نديم؟ تخيل. المهم انه اصلا تحسه ما صدقهاش، لكن عدى الموضوع وسألها عن موضوعهم فما عرفتش ترد. وان جيت للحق فانا كزيزو اي نعم عندي اعتراض انه لازقه شويه او يعني شويتين، بس الواد طلع عنده دم، ومن اللحظه دي هينسى رام الله واللي جابه رام الله، وهيمشي وهو جواه بيقول هو انت اه حلوه لكن طز وطز كبيره. طب ايه الكلام عند نديم؟ راح لاقرب صيدليه البيت المجني عليه وراجع الكاميرات وشاف نسرين وهي خارجه، وفضل كل شويه يطلب من الراجل يكرر المشهد لحد ما زهق منه وقال له بص طلع موبايلك وصوره احسن. وفعلا عمل كده ورجع البيت وبقى هو يتفرج والتانية نايمة على الارض. الله يخرب بيتك يا نديم، حد ينيم القمر ده على الارض؟ اه عادي جاحد وعملها. طب والجاحد ده هيحترم نفسه ويسكت؟ ودي تيجي خد عندك يا معلم. رام الله ندهت عليه وسألته لو متضايق من وجودي انا ممكن امشي، هي بس الفكرة ان الايجار غالي عليا فمضطر اقعد معاك شوية. قال لها لا عادي انا مدام نايم على سريري وانت مش بتعملي دوشة فما فيش مشكلة. طب ايه؟ قال لها ايه؟ قالت له طب بيه؟ قال لها بيه؟ طب انتوا الاتنين؟ طبعا كلنا مستنيين حاجة معينة، لكن خلينا اقول لكم انهم مؤدبين ومحترمين ومتربيين وما حصلش اي حاجة من اي نوع. في النهاية سألته بيتفرج على ايه؟ فورها الفيديو من غير ما ينطق، وقعدت تسأله كتير عن القضية، وفي كل مرة ما كانش بيرد ومركز قوي في الموبايل، ويمكن الموقف ده خلاها تبدأ تتقفل منه، فراحت مديه ظهرها وقالت له تصبح على خير، وبرضه ما ردش. وبعد ما هي نامت حط سماعاته وقعد يفكر في القضية، وقام طالع على مكانه المفضل اللي بيطلع فيه كل ابداعاته وشكله عارف يحلها. اليوم اللي بعده بدأوا الاجتماع ولسه اماني هتقول الكلام المهم، راح طالع لهم زي الخازوق وقال ان في ريحة فانيليا. بصوله كده هو، واسمى قالت له اه ده ريحة البرفيوم بتاعي. فقال لها جميل وحلو قوي. رام الله زغرت له بعينيها وخلاص هتقوم ترزعه بالورق اللي قدامها. اهو ده بقى المحني بعينه. يعني انت فكرك ان نديم اللي بينايمك على الارض هيخونك؟ المهم خلينا في القضيه. اماني شرحت لك اللي حصل وقالت لك ان قبلها بيوم المرحوم اتخانق مع رئيس مجلس اداره الشركه خناقه كبيره وزعقوا لبعض، فاسمه دفعت عنه وقالت انه اونكل فكري صاحب بابا جدا وده العادي بينهم. فعزه قال لها لا معلش ما اسمح لكيش، اي حد هيكون متهم الى ان يثبت العكس. فراحت بصه لنديم وردت على عز وقالت له معاك حق، بس انا لما اتكلمت مع نديم استبعدنا اونكل فكري من دايره الاتهام، وبصراحه انا حبيت دماغه. راحت رام الله بصلها وقالت لها حبيتي ايه حضرتك؟ دماغه هحب ايه يعني؟ مش محتاج اقول لك اماني استغربت قد ايه، وراحت سالاه اشمعنى استبعدت فكري؟ نفض لها وكلم نسرين وسالها عن اسمها ثلاثي، وقعد يسرش عليه على الموبايل لحد ما جاب الانستجرام بتاعها. اللي حصل ده خلى اماني تعتقد ان نديم بيفكر يشقط البت، فطلبت منه يخرج يستريح بره ويسيبهم يكملوا الاجتماع. هو طلب غريب لكن هوضح لك اللي حصل، لانه بعدها جاب الانستجرام بتاعها على الارض وشاف كل اللي فيه. وهنروح للمحكمه وهقول لك ازاي حل القضيه. بدا باستجوابها وسالها عن اللي عملته يوم الحادثه بالظبط،
قالت مفيش، رجعت البيت ما كملتش تلت ساعة يا دوب غيرت هدومي ونزلت. فسألها استحميتي؟ ضحكوا شوية وبعدين هعرفك المغزى من السؤال. المهم ان اجابتها لا ما استحمتش، فطلب منها تحكي اللي حصل بعد كده. كل ده واماني قاعدة ومركزة ومستنية ازاي نديم هيحلها. وقتها نسرين كانت بتحكي عن المشاوير اللي عملتها يومها، فكمل اسئلته بخصوص موضوع الحمى وكان مستغرب هي ازاي ما استحمتش لما رجعت. وقام مطلع الفيديو بتاع كاميرات الصيدلية وركز معايا في اللي جاي. اولا شكرها على اللي قالته، وثانيا اتكلم عن اخر صورة تصورتها على الانستجرام واللي تبقى تصورتها في نفس توقيت حدوث الجريمة بالظبط. وقالك ان مدام نسرين جاية في الكاميرات شعرها مفرود وفي صورة الانستا شعرها كيرلي، وافتكر مقابلته مع رام الله لما كان شعرها كيرلي وقالت له انه عشان يتعامل بالشكل ده بياخد وقت طويل جدا ما بين انها تغسله وتستناه ينشف ساعتين تلاتة وموال وحكاية. يعني نديم عايز يقولك ان دليل البراءة اللي هي بتعتمد عليه هو نفسه دليل ادانتها. ثالثا مدام نسرين بتقول انها لما نزلت طلبت تاكسي، وده ما حصلش لانها طلبت اوبر وجاب للقاضي سجل الرحلات بتاعها اللي الرحلة بدأت فيه الساعة 9:38. طب ازاي وهي قالت في شهادتها انها في التوقيت ده كانت في المكان اللي سهرت فيه؟ وبناء على كل اللي قلناه الست دي شهادتها مضروبة، فطلب تحويلها من شاهدة لمتهمة. عايز اقولك اماني كانت فرحانة ومنبهرة جدا بنديم. نفس الكلام عند اسمة وعز وندى، وبعدها راح لجميل اللي مازال بيحكي له عن رام الله، والتاني مرة بيأكد عليه انها مراتك يعني مسؤولة منك، وخلاه يبص في الساعة وبنعرف انها 1:30 الفجر، فضروري تروح تكلمها وتطمن عليها انها في البيت. طب وهي في البيت فعلا؟ للأسف لا، لأنها راحت لياسر اللي كان جايب الشهود ومجهز المأذون وبيطلبها للجواز. هي بقى ردت قالت ايه وهو عمل ايه؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. ومن هنا تخلص الحلقة، وكده يبقى نهينا وانتهينا. سؤال الحلقة بيقول أماني قالت انها بعد شهرين هتختار 2 يكونوا معها في المكتب، مين بقى الاتنين دول ووضح سبب اختيارك؟ خد سؤال كمان، مين الشخص اللي موجود في مكتب أماني وبيلعب من ورا ظهرها؟ وخد بالك سؤالي اقصد بيه الشخص اللي سرق الورق بتاع محمد الوكيل. هستنى تعليقك وهرد عليك في بداية الحلقة الجاية. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو. عاش جمهور الملخصات.